نعم أخواني الأعزاء، سوف ننقل الأفراخ إلى مكانهم الجديد في هذه الحضانة. لاحظوا هذا الماء، هنا الماء فيه قليل من العسل، وبإمكانك ممكن أن لا تضيف، أو إذا ما عندك عسل ممكن تضيف سكر، قليل من السكر، وهذا طعامهم. وهذه الأفراخ هنا سوف ننقلهم إلى الحضانة الجديدة. الحقيقة نستمع إلى أصواتهم. كنت أنا يوم الثالث من أكتوبر وضعت الأفراخ، والحقيقة انتابني الشك أنه هذه الوجبة ممكن أن لا أحصل على تفقيس، ولكن منذ يوم أمس بدأت بالتفقيس الأفراخ، ولازم يجب عليك أن تضعهم في تبقيهم في الفقاسة لمدة يعني يوم كامل حتى ينشفون، لأن هو يخرج من البيضة رطب، فحتى ينشف وبعد ذلك تشوف بدأ يتحرك، يعني فرق الأفراخ قوية، ممكن أن تنقلهم إلى المكان الجديد، الحضانة الجديدة. طبعا هذه وجبة ثانية أيضا ننتظرها، هذه الوجبة يوم ننتظرها، وإن شاء الله أنا أكون معاكم ونشوف هذه الوجبة الأخرى أيضا. نبدأ بهاي الوجبة، نشوف الأفراخ اللي عندنا خرجوا، وسوف أبقي البيض المتبقي أيضا ليوم يومين آخرين، ممكن أن نشوف تفقيس للبقية. لاحظوا أخواني 70 درجة الرطوبة هنا، وهنا أيضا درجة الحرارة 37.5 إلى 37.7، لا يهم. نشوف الآن كم عندنا من الأفراخ ممكن أن ننقلهم، كم من الأفراخ خرجت. شاهد، بسم الله الرحمن الرحيم، يا الله، شوفوا الأفراخ إخواني هنا، اعذروني في تكئيد، اشتغل في تكئيد واحدة، اعتقد هذا اخر واحد، والبقية ايضا نبقيها هنا. هذه الأفراخ الآن في مكانهم الجديد، كم واحد؟ واحد، اثنين، 10، الحمد لله نسبة جيدة، تقريبا 50%. طبعا أنا راح سوف أطحن هذه الحبوب من جديد. أوه نعم أحبتي، وسوف أوافيكم بفيديو جديد آخر إن شاء الله يا أخواني.